هل تسر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى ولا قوة إلا بالله؟ هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر، ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر، غفر ذنبه.